الروينه اللي نط في روسيا الفاغنر الروسية القوات الروسيه الجيش الروسي التمرد، واش هو تمرد ولا هي فقط عمليه ديال المخابرات الروسيه؟ اليوم عندنا فيديو مهم وعندنا معلومات مهمه اللي خصنا نسمعوها وخصنا نعرفوها وخصنا ندخلوها في عقولنا المغاربه. خوتي خواتاتي، هذه المعلومات كتخص مجموعه فاغنر القتاليه، العلاقه الروسيه الجزائريه وعلاقه فاغنر مع الجزائر، العلاقه ديال فاغنر مع الجزائر والتواجد ديال الجنود ديال فاغنر على الاراضي الجزائريه. هادشي اللي خصكم تعرفوه. هاد الناس اللي كيقولوا لنا احنا مطبعين وحنا كذلك كذا وكذا وكذا وعندنا علاقه مع اسرائيل وعندنا علاقه متميزه مع اليهود واليهود المغاربه، للاسف هما تتواجد فوق القواعد ديالهم ووسط القواعد ديالهم مجموعه مسلحه تسمى الفاغنر. هادشي اللي غادي تعرفوه الا بغيتوا تفضلتوا بالبقاء معنا. العلاقه ديال عبد المجيد تبون وشنقريحه وكيفاش خاطبهم القائد الاعلى ديال الجيش اللي هو شنقريحه والعلاقه ديالو مع فاغنر. فضلتوا بالبقاء معنا الاخوان ودرتوا متابعه للحساب وما حرمتوناش من الاعجاب. التراكتور اللي كنتو كتدفعوا فيه داير شويه امر، زيدوا دفعوه يزيد يطلع باش نجيبوا القطار تم الناصت. الصفحه ديال هشام خضري دعموها بالمتابعه وكذلك الاعجاب والتعليق ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. المغرب اولا ولا غالب الى الله، وعاش المغرب ولا عاش من خان. يعلم الله كم احبك يا وطني ويعلم الله كم ندافع عنك يا هذا الوطن. الروينه اللي نط في روسيا الفاغنر الروسيه القوات الروسيه الجيش الروسي التمرد، واش هو تمرد ولا هي فقط عمليه ديال المخابرات الروسيه؟ هادشي ما غاديش نناقشوه، كنا غادي نناقشوه، لكن اليوم ما يهمنا هو التواجد ديال الفاغنر في القواعد الجزائريه. العدد ديالهم اللي كيتقدر ب 5000، والفاغنر تدرب مرتزقه البوليزاريو. اي الفاغنر تدرب مرتزقه البوليزاريو، هذا لانها هي جماعه او شركه خاصه للدفاع، ماشي شي جيش نظامي باش نقولوا كيديروا مناورات، وانما هما شركه للدفاع. هادشي اللي قالوا المسؤول الاول ديالهم الاداري والمسؤول العسكري في الفاغنر، واللي غنخليكم مقطع من ما قال وغتسمعوا معايا اش قال هذا المسؤول ديال الفاغنر الروسي. живёт по принципу, чтобы ложь поверили, она должна быть чудовищной. И поэтому идут обман. Нереалистично. На земле сейчас, на сегодняшний день, российская армия отступает на запорожском Херсонском направлении. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. По-прежнему истерики. إذا سمعتوا بأن التواصل معهم وقال لي بأنك تمشي تحارب الحركة اللي كاينة، حركة الأزاويد، لشي وحدين كيقولوا بأنه ما كاينش واحد الحركة تحررية في جنوب الجزائر ديال الطوارق اللي سميتها الأزاويد اللي كتطالب بالاستقلال. هذا الفيديو كيفند لك الادعاءات الكاذبة اللي طلقها الإعلام الجزائري. الإعلام الجزائري اللي غادي نرجعوا ليه، وغادي نرجعوا لوزارة الاتصال، ونرجعوا كذلك للسفير ديال الإمارات ومتهم به بوثائق من داخل الرئاسة الجزائرية وكذا. مهم خلوا هذه المعلومات، ولكن اليوم حنا غنتحدثوا على التواجد ديال الفاغنر اللي قال هنا هذا المسؤول ديال الفاغنر تواجد 5000 مقاتل من القوات الخاصة الفاغنر على الأراضي الجزائرية. تواجد 5000 جندي. مهم الإخوان، مهم المغاربة نسمعوا مزيان هذه الكلمات ونستوعبوها. هما كيدربوا، نحن هنا للتدريب. تدريب ماذا؟ يقال كذلك ان الجيش الشعبي قوي، علاش ما ترسلوش هو لمقاتله ومجاهبه المطالبين بالاستقلال؟ الازاويد اللي يطلق عليها بين قوسين هو كلمه اذا هنا الاخوان اللي يطلق عليها كلمه. المهم هنا الاخوان باش خصكم تعرفوا بان هذا مهم جدا. اخواني اخواتي ولد خالي بنت خالي، خذ هذا الفكر بان تواجد الفاغنر لتدريب ماذا؟ تدريب بوصنداله صندالستان، تدريبهم وتواجدهم فوق الاراضي الجزائريه من اجل ماذا؟ من اجل ان يقلقوا راحه وامن وسلامه المملكه المغربيه. هنا ملي كنقول لكم راه العصابه والكابرنا والحكام ديال الجزائر والمغرب محتاجنا اليوم ان نكون وقفه رجل واحد. ايا المغرب محتاجنا نكون وان نقف وقفه رجل واحد، وان نجعل ايدينا في يد جلاله الملك، وان نجعل وحدتنا وحده الصف الداخلي وحده قويه.
يعني كل واحد يقوم بالمسؤولية ديالو وكل واحد يقوم بالواجب ديالو. احنا كمواطنين وراء مجندون وراء جلالة الملك نصره الله. عشركم مبروك، عيدكم مبارك سعيد. باش ما تفوتنيش ربما ننسى فيديو اخر ما نقولها لكمش. وحنا في اليوم الاثنين ويوم الخميس ان شاء الله باذن الله يكون يوم العيد هنا بالمملكة المغربية. مبروك عيدكم. إذا نهنئ بهذه المناسبة جلالة الملك ونهنئ له العيد ونهنئ الشعب المغربي ونقول لهم كاملين جلالة الملك وكذلك الشعب المغربي عواشركم مبروكة، عواشركم مبروكة، ودخل الله علينا هذه الفرحة علينا وعليكم بزيد الصحة والسلامة والأمن والأمل لهذا البلد وهذا الوطن. إذا الإخوان ممكن نقول لكم بأن طريق الكبرنا طريق ما تتديش للخير. ردوا البال ونتوحدوا ونتجابهوا. من كنقولوا المغرب أولا ولا غالب إلا الله، وعاش المغرب، عاش المغرب، ولا عاش من خانه، لا عاش من خانه. هذه الكلمة في تفصيلها خونة الوطني من الداخل والخارج. إذا الوطن محتاج لنا، محتاج وقفة رجل واحد، وقفت بأن كل واحد اللي في شي بلاصة يوقف باش يبقى هذا الوطن وتبقى الركائز ديالو. هذا الوطن اللي العمر ديال واحد 13 قرن ولما لا وأكثر، ولما لا لنترك هذا الوطن كما شديناه أمانة، نخليه أمانة للأجيال القادمة، يكون حققنا شيء من الأشياء للأجيال القادمة التي ستذكرنا. نتمنى أن تذكرنا بخير. مغاربة إخواني أخواتي كيفين ما كنتوا، يعلم الله كم أحبك يا هذا الوطن، ويعلم الله كم ندافع عنك يا هذا الوطن. أترككم بخير على أمل اللقاء بكم في فيديو آخر. إلى اللقاء، أمسية سعيدة.